قمة دول الجوار، واللي بعتقد إنها قمة هامة جدا، محورية جدا. أعتقد إنه بما إنه القمة هي قمة في القاهرة، يبقى كما جرت العادة القمم القاهرية هي قمم التفعيل، أو القمم في جمهورية مصر الجديدة، جمهورية مصر العربية الجمهورية الجديدة هي قمم التفعيل، زي بالظبط ما حصل مننا في المناخ، زي ما حصل في حاجات متعلقة بالملف الليبي، زي ما حصل في اجتماعات كتير متعلقة بمباحثات وأشياء أخرى متعلقة بسوريا، فلسطين طبعا يعني قضيتنا المركزية الدائمة إلى أن تحل بإذن الله سبحانه وتعالى وتعود القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. أعتقد أن قمة دول الجوار هيبقى فيها مش بس مجرد توصيات، ولكن خطوات أيضا للعمل. الهدف هو إيجاد سبيل أو حتى سبل متوازية لإنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية لهذا الصراع على كل دول الجوار، ووضع آلية، ده اللي أنا بقول لك عليه، آلية فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية هذه الأزمة في السودان وبصورة سلمية على طاولة المفاوضات زي ما بيتقال، وده بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية هذه الأزمة. طيب هرجع أقول لك إنه الأزمة السودانية كلما طال بها الأمد كلما ازدادت تعقيدا. الأزمة السودانية كلما دولت خارج الإقليم كلما زادت حدة الأزمة وزادت حدة الصراع. الأزمة السودانية إن لم يستوعب الجميع إنه لا داعي للتدخل في إرادة الشعب السوداني ولا مساره السياسي والسلمي، لا داعي للكل. مصر كانت واضحة جدا من اللحظة الأولى وعلى لسان فخامة الرئيس، احنا مش عاوزين ومش هنسمح بالتدخل في السودان. سيادة السفير أحمد حجاج الأمين المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية معنا على التليفون، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بسيادتك سيادة السفير. سيادة السفير بخبرة طويلة وهامة في إفريقيا، مهم جدا أن احنا نعرف رؤية حضرتك لقمة الغد بإذن الله، قمة دول الجوار السوداني، وحجم التداعيات اللي ممكن تحدث إن طال الأمد بهذه الأزمة أكثر مما يجب، أو إذا حدث تدخل دولي من خارج الإقليم. السودان أولا دولة كبيرة. ألو معاك يا فندم. أي السودان دولة كبيرة في أفريقيا، من أكبر الدول الأفريقية، لها علاقات وحدود مع عدد كبير من الدول الأفريقية. صحيح. ولذلك فإن اجتماع القاهرة الذي يجمع دول الجوار المباشر للسودان اجتماع كما ذكرتم في تقديمكم، اجتماع مهم جدا وفي توقيت مهم، لأن الأزمة في السودان استمرت أطول مما كان يجب عليه أن تستمر. هذا حان الموعد لعقد دول مؤتمر دول الجوار التي لها مصلحة مباشرة، خاصة مصر. مصر دولة مهمة في أفريقيا ولديها حدود مباشرة مع السودان، علاقات أزلية مع الإخوة في السودان، وعلاقات مصهرة وعلاقات تجارية والنيل، كل هذه العوامل تدفع مصر للدعوة إلى هذا الاجتماع. كل هذه الدول أولا أعتقد أن موضوع النازحين واللاجئين سيكون من ضمن الموضوعات التي تبحث في هذا المؤتمر. القاهرة استضافت أكثر من 255 ألف لاجئ سوداني طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة وليست الإحصاءات المصرية. تشاد أيضا الدولة المجاورة للسودان استضافت عدد كبير من الدول، وتشاد لها مصلحة مباشرة في حضور هذا المؤتمر والخروج بتوصيات مهمة، حيث أن هناك القبائل المشتركة بين السودان وتشاد، وخاصة في منطقة دارفور. كلنا تابعنا ما حدث في الماضي بالنسبة للاقتتال في دارفور. صحيح. والقوة الكبيرة التي أرسلها الاتحاد الأفريقي هناك وتم إنهاءها منذ حوالي سنة أو سنة ونصف.
فهذا الاجتماع اعتقد ان المجتمع الدولي متنبه له كثيرا، وخاصة المنظمات الدولية التي تقدم الإغاثة إلى إخواننا في السودانيين. وأعتقد أن المشاركة السودانية ستكون مهمة ومباشرة، وستستمع إلى آراء كل المشاركين، ونحن أيضا سنستمع بإصغاء لما يقوله الأخوة السودانيين في هذا المؤتمر. طب سيادة سفير، إلى أي مدى ممكن أن يكون إطالة أمد الأزمة خطيرا على السودان في الداخل وعلى دول الجوار؟ إطالة الأزمة يعني سيكون لها تداعيات خطيرة. ليس موضوع التدخل، أنا أعتقد أنه لا توجد بوادر كبيرة لتدخل دولي مباشر أو ذو قوة كبيرة. كلنا نعرف ما حدث في مؤتمر أديس أبابا لدول الإيجاد الذي أوصى بتكوين قوة أفريقية لدخول السودان، والتي رفضها السودانيون بكل قوة. لكن أهم من ذلك أن المجتمع الدولي يهمل ما يحدث في السودان تماما، وهذه تكون كارثة دولية بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للإخوة السودانيين. ولذلك جاء توقيت مهم جدا في هذا الموضوع، وفي المكان أيضا القاهرة كدولة لها مصلحة مباشرة في استتباب الأوضاع ورفاهية الشعب السوداني. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير أحمد حجاج الأمين المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية.